ليش حلك كذا؟ يا هلا بلي وحشيني، كيف حالكم شباب؟ الله يدوم عليكم السعادة، وين ما كنتوا؟ وين ما صرتوا؟ يا الحبيب وش ذا الشكل؟ لا تلوموني يا جماعة طالع لكم كذا، انتوا عارفين وش الأسباب؟ السبب الأول حجر، طيب ليش الحجر سوى في شعرك كذا؟ السبب الثاني ما عاد في حلاقين. السبب الثالث والأهم إني أنا إنسان ما أعرف أضبط شعري للأسف، لكن اليوم مع الحجر راح نتعلم حاجة جديدة. ولا راح يهمنا الحلاقين ولا راح يهمنا اي شيء ثاني، ما يردون علينا احنا ما نرد عليكم ونصير احسن منكم بعد. احنا راح نحلق لنفسنا اليوم، راح نثبت للحلاقين ان احنا ما نحتاجكم اصلا. بس الواحد لازم يتعلم قبلها، لازم يعرف ايش يسوي وايش المعدات اللي يشتريها عشان لازم نطلع بالسلامه. هذا اول شيء. ايه صح، قبل لا نمشي وراح ناخذ الاغراض. خلوكم سالمين ولا تطلعون من بيوتكم الا للضروره. طبعا هذا الفيديو قبل يصير الحجر 24 ساعة، فخلوكم في البيت عشان ما نتوحد. ولا تدري لا تطلع من بيتك. الله يحفظ وطننا وبلدنا، خلونا يد واحدة ولا تسلمون على بعض. سلام نظر. أول حاجة نحتاج شو ماكينة الحلاقة، خلنا ندور. سهلا. ماكينة الحلاقة هذه واحدة، اثنتين، هذه أكبر. عامة والله كثير، والله تنسبنا كثير مرة. مشطين حس ما خلصت. لا لسه باقي داخل بقوة. بعد هذا المقطع بفتح صالون. الله يوفقك. اسمع انت الحين حلق قد راي المتابعين، بعدين افتح. اي بعدين افتح. اني ناسي شيء صح؟ اي وش؟ حاول عطر عشان لا حقت الحلاق ذي زي الكيسه صح؟ اي عشان الشعر. تدري دقيقه يا حبيبي ما في شيء، ما في شيء انساه. سفره يا الحبيب، وش فرقك؟ توفير والله. استخدامين. في احسن من كذا؟ ما في، خلاص في احسن. اخر شيء واهم شيء عشان نضبط الموضوع كله لازم نجرب قبل لا نطبق التطبيق الحقيقي، فلازم نجرب عليك. علي انا؟ لا انا ما راح احلق. لا لازم انا كذا هي باي حاجه لازم تجرب عشان تطبق. انا ما راح احلق وابد، ما انا ما احلقك، احنا نجرب فيك بس. لا تجرب فيني ماشي، انسى. تجربه لا ما راح نجي الشعب. لا 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 خلاص، تكفى مشاري. لا يعني خلاص ابدا، ما في ابدا. يلا مو مشكله، ابغى اجرب في نفسي. الله يستر الله يستر. الان بنبدا الحلاقه، وقاعد فاتح الحين بث في الانستغرام عشان المتابعين هم يعلموني كيف احلق. فاول حاجه نسويه لازم نعقم اغراضنا. خلاص ولع، عقمنا الاغراض، خلها شوي بعدين نبدا ان شاء الله. فنقول بسم الله. ايش رايكم انتم؟ هلا عبوش، هلا. اني بنشوف شكلك على الصفر. سلامات. وين بعدين؟ ما عاد اصور يوتيوب ولا شيء. تجيبون رقم 7. ماني محلق صفر، افهم يا ادم. اول حاجه تجيبون المشط كذا، ترفعون المنطقه اللي ما تبونها تتحلق، بعدين تجيبون رقم 7. ما قاعد يشيل شيء 7، فخلونا على 6. 0. والله ما حلق صفر، لو تكتبون كلكم صفر. وهنا من جد حسيت ان الموضوع بدا يكبر، حسيت ان المتابعين ماخذين الموضوع بجديه، يبغوني احلق صفر، وما كانت النية احلق صفر، والسب هذه كلها عبوش. صرت في قرار جدا صعب قدام 40,000 شخص، لكن عشان الجمهور وعلشان كلمة عبوش بديت اخذ الموضوع بجديه. عبوش لحلق صفر؟ والله لحلق صفر. انا والله لحلق صفر بشرط واحد، عبوش حلق معي صفر. يقول افتح قسط عبوش بحلق معك. يلا دقيقه. هلا
شو امك انت علي؟ خربت ام البث علي، خربت ام المقطع. والله لا حلك بعد. صبر. يلا اقدر. يا اخي شوف. يلا اذا ها بعدين ما نصور مقاطع. ايش؟ فكر المستقبل، بعدين ما نقدر نصور مقاطع، شينا بسد النفس. عايد لو كان شعر. اصلا. انت رجال كلمتك واحدة ولا واحدة؟ يلا بس انت نبدا نياك. عبوش كذاب يسحب عليك اكثر. عبوش تسحب عليك. حق ثلاث، حق ثلاث. حبيتك حلفت ما اقدر اخذ الحمام. ها متابعين؟ واحد اذا كلكم واحد بسويها، اذا في اثنين ماني مسويها. يلا. الناس كلهم تقول لا. الزلابة 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 ليش حلك كذا؟ شلون تتكيد أنت؟ ما أدري اسمك كبيرة انت من هنا طيب لا 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 ابدا يا عبوش ابدا يا عبوش ابدا شو المصيبه دي والله حسبه كبيره يا سلام شيت عبوش ما بدي اقسم بالله لما تحلق الحين اقسم بالله اجيك ها انا حلق اخلص يلا عبوش حلق حلق اخلص حلق والله لا اجيك عبوش والله ما كانت الخطة كذا يا جماعة خلاص ما يمديني خلاص انا دخلت في الغلط خلاص يما شوف شكلي يا الله ليش ليش يا الله وش جبهتي اول مره شوف جبهتي مبسوطين يا متابعين ما شاء الله كيف الخط معلومة تريدي انت ترى لك ساعة تحل اللي قلت يا الله وش سويت انا والله كان تحدي المتابعين هم اللي حمسوني اعطوني رايكم بالكومنت على القصه احتاج لدعمكم في الكلام الجميل لاني احس بحزن مو طبيعي كان معكم شاري اوزكس ايش اللي بدش